فضيلة الدكتور القارئ المتقن العلم فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك قارئا للقرآن الكريم، دعوة طيبة مباركة من أهل هذه البلدة الطيب أهلها، وأتى الجميع بدعوة من الحاج محمد الطيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ربه أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
إلهكم إله واحد.
كلا